بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الثالثة شعبة علوم الحاسب في مقرر تصميم النظم. هنستكمل في محاضرة اليوم ما تكلمناه في المحاضرة السابقة عن نموذج حالة الاستخدام اليوز كيسز موديل. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا في بناء حالات الاستخدام، اللي هو تحديد الفاعلين الأكتر. نفتكر مع بعض لما جينا نتكلم عن تحديد الفاعلين، ما المقصود بالأكتر أو ما المقصود بالفاعل؟ احنا قلنا قبل ما نبدأ في الكلام عن تحديد الفاعلين ان قلنا الأكتر هو المقصود به الدور الذي يقوم به المستخدم، يعني دورك انت ايه اللي هتقوم به المستخدم مع ايه؟ مع النظام البرمجي اللي هيتم تصميمه. يعني دور المستخدم ايه الاشياء او الكيسز اللي هيقدر يتعامل معاها المستخدم مع النظام البرمجي. فنقدر نقول هو الدور الذي يقوم به المستخدم مع النظام البرمجي. وزي ما قلنا مع بعض ان الاكتور ده ممكن يكون كائن او ممكن يكون آلة، ممكن يكون شخص، وبيتفاعل مع حالات الاستخدام اللي موجودة بداخل النظام. وطبعا احنا كل الكلام ده كله بيبقى المبرمج بيقدر او الديزاينر بيقدر يعمله ايه من خلال التوقع. هو بيتوقع الاكتور ممكن يتعامل مع حالات استخدام ايه، اللي ممكن حالات الاستخدام اللي يتعامل معاها بداخل النظام. فاذا الاكتور لما نيجي نتكلم معاه وقلنا عليه هو ده موجود، كيان موجود خارج السيستم نفسه. يعني انا لما باجي اعمل سيستم لمؤسسة او بعمل سيستم مثلا بعمل سيستم لشركة كبيرة مثلا، فالأكتور ده بيبقى كيان موجود خارج السيستم نفسه. بس بناء على تحديد هذا الكيان بنقدر نحدد العمليات أو المتطلبات الأساسية الموجودة بداخل النظام وبيحتاج يتعامل معاها هذا الأكتور. وغالبا ما ان الاكتور ده العمليات اللي بتتم داخل الحاسب الآلي الاكتور هو اللي بيحددها، فهو بيطلب من النظام إنجاز بعض الأفعال بالنيابة عنه. فهنشوف بقى هنا يساهم بقى الفاعلون عندنا في استنتاج حالات الاستخدام، وذلك من خلال تأمين صورة واضحة للتفاعلات التي تجري في النظام. يعني هنا الأكتور بناء على تحديد الأكتور بنقدر نستنتج حالات الاستخدام الكيسز اللي هتبقى موجودة عندي في النظام، وبنقدر نكون صورة واضحة للتفاعلات بين الكيسز دي بعضها وبعض. بنقدر نحدد بعد كده أنواع الكيانات التي يمكن اعتبارها إن هي ليها هتتعامل بصورة مباشرة مع النظام. أنواع الكيانات التي يمكن اعتبارها من فاعلي النظام زي ايه؟ أمثلة للكلام ده كله ممكن يبقى نظم أخرى في سيستم آخر ممكن يخش على النظام بتاعي ويغذيه بيانات input data أو يستعلم منه عن بيانات. ممكن مؤسسات خارجية تقدر تتعامل مع السيستم اللي أنا بجهزه ده، تجهيزات خارجية تبقى موجودة عندي، أي كيانات خارجية أخرى تتفاعل مع النظام. ممكن زي ايه مثلا؟ ممكن بنبقى عاملين سيستم موجود عندنا متوصل بسنسور حرارة، متوصل بسنسور مسافات، فممكن بناء على تقدير المسافة بيدي معطيات او داتا للسيستم بتاعي او النظام اللي موجود، وبناء عليه بتتم مجموعة من العمليات داخل جهاز الحاسب الآلي. والفاعل الاكتور لما نيجي نعرفه هو الدور، يعني لما نيجي نقول هو الدور المفروض يقوم به الشخص. يعني لما اقول من هو الاكتور مثلا او من هو الفاعل او من هو المقصود بالفاعل، هنا ما بنتكلمش عن شخص، لا انا بتكلم عن دوره اللي بيتعامل بيه مع النظام او ايه اللي هو بيأمله او النتائج اللي بيأمل الحصول عليها من النظام. فبنقول الفاعل بالتعريف هو الدور وليس الشخص. هنتكلم بعد كده عن الفائدة من تحديد الفاعلين في النظام. ليه أهمية تحديد الأكتر اللي هيتعاملوا مع النظام؟ ما هي الفائدة من تحديد الفاعلين في النظام؟ ايه اللي هيعود عليا قبل ما انشأ السيستم بتاعي ان انا احدد مين هيتعامل مع النظام بتاعي ده؟
يبقى اهم حاجة ان انا بقدر احدد الكيسز الرئيسية اللي موجودة في السيستم بتاعي اللي هقدر اتعامل معاها، والتأكيد على اهميتها، التأكيد على أهمية حالات الاستخدام والفائدة المرجوة منها. يعني لما بنحدد الأكتر، لأن بنأكد على أهمية حالات الاستخدام المتعلقة بكل أكتر، لأن كل لو أنا مثلا عامل سيستم لشركة في عمليات هتبقى خاصة بالعمليات الحسابية، المحاسب اللي هيتعامل معاه، فبقول السيستم اللي أنا هعمله ده هيتعامل مع المحاسب، هيتعامل مع شؤون العاملين، هيتعامل مع كذا. فلكل أكتر من أو كل شخص بيتم تحديده ليه دوره وليه العمليات اللي المفروض هتبقى موجودة بداخل النظام والمبنية على تحديدنا لهذا الشخص. فبنأكد من خلال أهمية تحديد الأكتورز على أهمية حالات الاستخدام والفائدة المرجوة منه. تاني نقطة عندنا التركيز على الكيفية التي سيتم من خلالها استخدام النظام، بدلا من الاهتمام بكيفية بناء النظام وتطبيقه في هذه المرحلة المبكرة. يعني في هذه المرحلة ما بنشتغل في اليوز كيس، احنا بندور الميكانيزم اللي هتمشي بيه العمليات داخل السيستم اللي احنا هنبنيه، ما بنفكرش في عملية البناء البرمجي اللي احنا او التكويد او عملية التكويد. لا، كل اللي بنفكر فيه العمليات اللي هتتم من اول ما اجي ادي امر معين او اكشن معين حتى الانتهاء من تنفيذ هذا الامر. ايه الكيسز او العمليات لما الاكتور يطلب تنفيذها اللي هتمر بيها داخل جهاز الحاسب الآلي؟ أهمية تحديد من أهمية برضو تحديد الأكتر اللي بتبقى موجودة معانا، اللي هي إيه، بنبقى عارفين حدود النظام بتاعنا إيه، الحدود اللي هيقدر يتعامل معاها الأكتر، أوله فين وآخره فين وبداياته إيه ونهاياته إيه. فبنقول مراجعة وتأكيد حدود النظام وتعريفها بالشكل الأنسب. طبعا لما بنقدر نحدد الأكتر بنحدد كافة متطلبات النظام، إيه الأشياء اللي إحنا هنحتاجها بناء على المعطيات اللي احنا توصلنا ليها من تحديد هذا الاكتر. فبقول تحديد كافة متطلبات النظام. طب انا كراجل سيستم اناليسز وهبني سيستم للشركة او هعمل يوز كيس موديل، ازاي اقدر ان انا اكون قادر على تحديد الفاعلين بالنظام؟ بنقول عندنا هنا تساؤل مهم، كيف يتم تحديد الاكتور داخل السيستم نفسه؟ يعني انا عايز احدد مين اللي هيتعامل مع السيستم بتاعي، ازاي يبقى عندي القدرة ان انا اقدر احدد الكلام ده؟ يتم تحديد الفاعلين في النظام من خلال مجموعة من الاليات هستعرضها معاكم حالا. اول حاجة عندي البحث عن كافة الكيانات الخارجية اللي ممكن تتعامل مع السيستم بتاعي. يعني أنا لما بروح لأي شركة أو مؤسسة مطلوب إن هو يتعمل لها سيستم، إحنا بنعمل سيرش مين اللي هيتعامل مع النظام ده. أول سؤال، مين اللي هيتعامل مع هذا السيستم اللي إحنا سوف يتم إعداده؟ فبنقول هنا البحث عن كافة الكيانات الخارجية التي تتفاعل مع النظام. الكيانات الخارجية قد تكون أشخاص، وقد تكون زي ما احنا قلنا مع بعض، وقد تكون أنظمة أخرى. تحديد الفاعلين في النظام من خلال إيه؟ تحليل العامل البشري. بيبقى عندي هنا إيه؟ في الهيكل الوظيفي الموجود للمؤسسة، من خلال عملية تحليل العامل البشري الموجود بداخل المؤسسة بنقدر نحدد الأفراد أو الأشخاص اللي هيتعاملوا مع هذا النظام. عندي بعد كده بنقول التوصيفات المكتوبة والوثائق المرتبطة بالمشروع. لو عندي التوصيف الوظيفي لكل وظيفة معينة والأدوار الواضحة لكل وظيفة عندي داخل المؤسسة، فنقول التوصيفات المكتوبة والوثائق المرتبطة بالمشروع كالملاحظات المسجلة واللقاءات المسجلة مع المستخدمين. ممكن نرجع برضو لإيه؟ في المؤسسات الكبيرة ممكن نرجع لدليل المستخدم أو الكتيبات المخصصة لو في سيستم إداري موجود حاليا داخل المؤسسة، فبنقدر نخش هنا إيه لدليل المستخدم أو الكتيبات اللي موجودة بالمؤسسة ممكن نستعين بيها في تحديد الأكتورز اللي هيتعاملوا مع السيستم الجديد اللي احنا هننفذه. فبنقول دليل المستخدم أو الكتيبات المخصصة للنظام الحالي أو للعملية قيد الاستخدام.
عادة ما ينصح بطرح الأسئلة التالية عند البحث عن فاعلي النظام في مجموعة من الأسئلة عشان نبدأ في البداية نحدد الأكتورز منين، ودي نقطة مهمة جدا لأن هي بتبقى المدخل بتاعي في بناء اليوز كيس. يعني هي بناء على تحديد الأكتورز اللي موجودين معايا بنحدد حجم السيستم اللي هيبقى موجود معايا إيه، وحجم العمليات اللي هتبقى موجودة بداخله إيه. فمن الحاجات اللي إحنا من الأسئلة اللي ممكن بنسألها، من أو ما الذي يقوم بإطلاق الأحداث في النظام؟ من المسؤول عن إطلاق الأوامر أو التعليمات داخل السيستم نفسه أو البحث عن معلومات؟ من الأسئلة اللي ممكن نقولها، من أو ما الذي يتفاعل مع النظام من أجل الاستجابة لحدث معين؟ هل توجد أي تقارير خارج؟ التقارير اللي بتخرج اللي عندنا، التقارير النهائية، التقارير الختامية، التقارير الشهرية، دي موجود تقارير؟ مين المسؤول عنها؟ مين اللي بيطلعها؟ وإيه نوعية البيانات اللي بتشتمل عليها؟ هل توجد أي واجهات مخصصة لإدارة النظام؟ السيستم اللي موجود معايا أو الأسلوب اللي احنا بنتابعه موجود ليه واجهات مخصصة لإدارة النظام؟ هل يحتاج النظام حاليا أو مستقبليا للتعاطي أو تبادل المعلومات مع نظام آخر موجود مسبقا؟ كل الأسئلة دي ممكن تسهل لي إن أنا أحدد الأكتر أو الفاعلين اللي هيبقوا موجودين عندي في اليوز كيسز. هل يوجد فاعلون معروفون مسبقا في النظام؟ هل بالفعل موجود أكتورز هم فعلا هم دول اللي هيتعاملوا مع النظام، ولا أنا بعمل سيستم لمؤسسة جديدة لسه مش معروف مين اللي هيتعامل مع السيستم اللي أنا بعمله؟ هل يوجد أي تجهيزات عتادية أو برمجية تقوم بالتفاعل مع النظام الذي ينبغي أن تتم نمذجته أو الموديلنج؟ بنعمل عملية الموديلنج هنا أثناء مرحلة التحليل، فبنشوف هنا في هاردوير أو في برامج أخرى هتتعامل مع السيستم بتاعنا، دول هيتم بناء على تحديدهم كأكتر هيبقى في عمليات خاصة بيهم. إذا حصل حدث معين في النظام، هل من الضروري إبلاغ أي كيان خارجي بهذا الحدث؟ هل يحتاج النظام إلى أن يسأل كيان خارجي معين أي سؤال بهدف إتمام مهمة معينة؟ طبعا كل الإجابة على كل الأسئلة دي ممكن تحدد لنا في أكتورز هيبقوا موجودين معانا. يعني لكل إجابة عن كل سؤال من هذه الأسئلة بتحدد لي مين اللي ممكن هيتعامل مع السيستم بتاعي ده، وإيه العمليات الخاصة بيه. قد تكون عمليات كبيرة وواسعة ومعقدة وذات صلة ببعضها، أو قد تكون شخص معين أكتر لعمليات بسيطة هيقدر يتعامل بس بيها من خلال مجموعة من الصلاحيات ممكن هنحطها فيما بعد. نشوف مثال تطبيقي على الكلام اللي احنا بنقوله ده مع بعض. فمثلا احنا عاملين ليكن لدينا نظام مكتبة تابع للجامعة ويستخدم لإدارة الكتب وإعراضها للقراء. في سيستم عندنا موجود جوه الجامعة، والسيستم ده وظيفته إدارة عمليات إعارة الكتب داخل المكتبة. يدير نظام المكتبة شخص يطلق عليه اسم أمين المكتبة. السيستم ده اللي بيديره شخص يطلق عليه أمين المكتبة. طبعا احنا قلنا بنتعامل مع ادوار، فاللي بيدير السيستم هنا ده شخص يطلق عليه هنا ايه، امين المكتبة. انا اللي يهمني الدور اللي بيعمله امين المكتبة مش مسمى الشخصية نفسها. يمكن ان يكون المستعير اللي هيستعير الكتب عندي هنا طالبا من طلاب الكلية او موظفا في الجامعة. يعني عندي المستعير يا اما طالب يا اما موظف. ممكن لو كتبت مستعير بس ويبقى هنا الصلاحيات كلها او طريقة العرض واحدة، لكن لو حددت طالب او موظف يبقى هنا أكيد هيبقى فيه مجموعة من العمليات الخاصة بالطلاب أو مجموعة من العمليات الخاصة بالموظفين، وليكن كإيه، كحد الكتب المسموح به للإعارة للطلاب أو الحد المسموح به للإعارة للموظفين وهكذا. لا يمكن السماح لأي مستعير بأن يأخذ أي كتاب ما لم يقم أمين المكتبة بمسح رمز الكتاب بواسطة جهاز القارئ الآلي. يبقى هنا عندي ما ينفعش، لازم أمين المكتبة بالباركود بتاعه هو اللي إيه يقدر يدي عملية الإعارة.
وذلك بغرض تسجيل طلب الإعارة للكتاب المحدد. يختبر النظام إمكانية إعارة الكتاب المختار من خلال اختيار قيم إذا تجاوز المستعير الحد المتاح له، أي عدد الكتب التي يسمح بإعارتها للقارئ. فإذا ما تخطى عدد الكتب الحد المسموح به، يقوم النظام بعرض رسالة إعلام مناسبة ولا يسمح بإعارة المزيد من الكتب لذلك المستعير. يمثل السيناريو التالي عرضا لأحداث عملية الاستعارة. يعني الخطوات بقى اللي بتتم بها عملية الاستعارة، هتتم داخل المكتبة ازاي؟ بعد أن يقوم المستعير باختيار الكتب التي يرغب باستعارتها، يقوم بتحديد أرقام أو رموز تلك الكتب وأخذها إلى مكتب أمين المكتبة في صالة الإعارة. يقوم أمين المكتبة بمسح أرقام الكتب باستخدام جهاز قارئ الباركود. يختبر النظام إمكانية الإعارة من خلال اختبار عدد الكتب التي استعارها القارئ، كما يختبر فيما إذا كان المستعير قد أودع في حسابه مبلغ 500 جنيه كتأمين عن الكتب التي يقوم باستعارتها. لتسهيل عملية البحث عن كتاب محدد، يستطيع المستعير أن يقوم باستخدام نظام إدارة المكتبة للبحث عن الكتب من خلال اسم الكتاب أو اسم المؤلف أو رقم الكتاب. طبعا المثال ده احنا بتحاولوا انتوا تقروه وتسترجعوه كذا مرة، لأن ده هنطبق عليه، هنحدد فيه الأكتورز الفاعلين اللي موجودين معانا، هنحدد الكيسز الخاصة بكل أكتور، في مجموعة من الشروط اللي احنا شايفينها مع بعض هنا. ك 500 جنيه مثلا لازم تبقى موجودة عندنا، كهنا لازم يكون أوضح في حسابه، ده شرط. إزاي نقدر ننفذ الشروط ديت تبقى موجود معانا؟ فهنشوف الكلام ده كله إزاي نقدر نطبقه مع بعض من خلال اليوز كيس موديل. أول حاجة اللي احنا بنأكد عليها دلوقتي في المرحلة بتاعتنا الحالية اللي هي إيه؟ البحث عن الفاعلين، مين الأكتورز اللي هيبقوا موجودين معايا في السيستم الخاص بالمكتبة. وبعد كده هنخش على الكيسز والعلاقات اللي بين الكيسز، وهنعمل تحليل كامل للنظام بعد كده مع بعض. البحث عن الفاعلين، يمكننا بعد تفحص النص السابق، بعد ما احنا شفنا النص السابق، أن نستنتج فاعلي النظام. طبعا انت لو قدرت مع نفسك كده، مين اللي هيقدر يتعامل مع السيستم ده من خلال الداتا اللي احنا وفرناها لك في الشريحة السابقة؟ يبقى اول واحد عندنا هيكون مين؟ امين المكتبة، وده اللي هيتعامل بصفة رئيسية مع السيستم بتاعنا. تاني واحد المستعير، والمستعير عندنا ممكن يكون هنا طالب او قد يكون هنا ايه؟ موظف. فاحنا لو حطيناهم طالب وموظف، هنحط لكل واحد ايه الصلاحيات بتاعته الخاصة بيه. كما ويمكننا أن نستنتج وجود علاقة تعميم بين الفاعلين المستنتجين، اللي احنا الاكتورز اللي احنا استنتجناهم في علاقة، يوجد بها علاقة تعميم. في انواع كثيرة من العلاقات احنا هنتكلم عنها ان شاء الله في المحاضرات القادمة، مثال ليها تمهيد ليكو عشان تبقوا جاهزين. اكستند علاقة، في علاقة يطلق عليها الامتداد، وفي علاقة يوزس او علاقة انكلود. هنتعرف على هذه العلاقات، بس هي دلوقتي لما في علاقة دلوقتي بنحاول نوضحها، يطلق عليها علاقة التعميم. ما المقصود بعلاقة التعميم؟ ان انا عندي المستعير، يمكن في نوعين من المستعيرين. يعني انا بعمل لما اقول مستعير، ده علاقة كده بنقول هنا ايه عامة موجودة عندنا، فممكن نقول هنا الطالب، او ممكن نقول هنا عندنا ايه الموظف. يبقى اول خطوة معانا اللي هي تحديد الفاعلين او الاكتورز او المتعاملين مع السيستم بتاعي. بعد كده الخطوة التانية والمهمة التي تلي خطوة تحديد الفاعلين، اللي هي تحديد حالات الاستخدام الخاصة بكل أكتورز. تحديد حالات الاستخدام،
أول حاجة أنا عندي طبعا المستعير، إيه العمليات المقصود بحالات الاستخدام هنا؟ العمليات اللي هيتم إجراءها داخل السيستم بتاعي. فهناخد مثلا المستعير من الحاجات اللي ممكن يعملها معانا الكيسز. احنا قلنا طبعا يتم تمثيل الكيسز بشكل بيضاوي هنا موجود عندنا. فالعمليات اللي احنا هناخد طبعا حاجات بسيطة، وبعد كده هنتدرج من السهل البسيط، من السهل البسيط لغاية الصعب المعقد، لغاية لما نعمل سيستم كبير ويبقى فيها الكثير من العمليات اللي ممكن يكون بينها علاقات. فهنا العملية ممكن ناخد عملية واحدة كيسز واحدة، فهنقول هنا المستعير بيعمل استعارة كتب. ممكن عملية استعارة الكتب بقى دي نقسمها لمجموعة من العمليات وبينها علاقات، قد تكون اكستند او يوزس، ولسه هنوضح الكلام ده ان شاء الله في المحاضرات القادمة. ممكن برضو عندنا نقول هنا المستعير العمليات او الحالات الاستخدام اللي ممكن يجريها برضو كاجراء تاني ليه، ان هي تبقى عند عملية ايه؟ البحث عن كتاب. يبقى هنا عملية استعارة كتاب دي عملية، البحث عن كتاب دي عملية اخرى، وهكذا. وكل كيسز من ديت ممكن يكون ليها مجموعة من الكيسز الفرعية. يبقى أهم حاجة احنا بنحدد الأكتورز، يعقب تحديد الأكتورز أو الفاعلين اللي موجودين معانا، يعقب هذا الموضوع إيه؟ يعقب تحديد حالات الاستخدام المتعلقة بكل أكتور موجود معانا. فبنقدر نقول هنا إن استعارة كتاب الأكتور اللي هيتعامل معاه ممكن هنا المستعير وأمين المكتبة. البحث عن كتاب بنقول هنا إيه؟ المستعير. وشكرا ليكم، وأتمنى أن تكون محاضرة اليوم مفيدة ليكم بإذن الله، وإلى اللقاء في محاضرات أخرى مباشرة وعلى قناة المعهد بإذن الله.